الحوار دايما يعني احنا كدعاء وكل الامه المفروض ان هم دعاء بيفتقدوا حاجه مهمه جدا جدا. ايه هي بقى؟ طريقه الدعوه. يعني ازاي انت كداعيه بيبقى عنده معلومات كتير قوي بس مش عارف يدعو، وتجد انسان بسيط ممكن يكون يعني المعلومات اللي عنده قليله جدا بس بيقدر يوصلها لك بطريقه جميله قوي. طب ازاي انا كداعيه او لسه بادئ في الدين وعايزه ابقى داعيه جميل كده وابص للناس معلومه حلوه، ازاي انا يعني اصل الى هذه الدرجه من التلقي الجميل؟ عن طريق القران. عن طريق القران. هضرب لك مثل جميل قوي قوي، قصه يوسف عليه السلام اللي وارده في سوره يوسف وهي وردت بتمامها في هذه السوره. ربنا سبحانه وتعالى لما بداها، شوف بقى الاسلوب الجميل، شوف اسلوب القران الحلو، لما ربنا سبحانه وتعالى بدأها قال ايه؟ لقد كان في يوسف واخوته ايات مستقلين واتكلموا كده؟ لا، ما بدأهاش بكده، بدأها بداية شدك. بدأها وقال ايه؟ إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. أنت لما تسمع قصة بادئة بالطريقة دي، ده أنا شفت في المنام 11 كوكب ساجدين ليا، وزي ما قلنا مش سجود برضه وعباده، لا ده سجود تعظيم واحترام. والشمس والقمر، هتقول الله ايه ده؟ ايه البدايه دي؟ هتبدا تلتفت علشان تسمعها. وبعد ما يقول لك القصه دي، بعد ما يقول لك الرؤيه دي، يجيب لك رأي، هو جايب لك ملخص القصه على فكره. انت عرفت من القصه دي واحد سجد له 11 كوكب والشمس والقمر، اذا هو ذو مكانه عاليه. وبعدين يجيب لك رد سيدنا يعقوب عليه لما قال له ايه؟ لا تقصص رؤياك على اخوتك. يبقى سيدنا يعقوب ده نبي، وشيء جميل قوي قوي قوي. وفي نفس الوقت إخوة يوسف دول إذا عندهم مشكلة معينة، ما قالوا لا تقصص رؤيتك هذه الرؤية على إخوتك. طب أنا بقى عايزة أعرف القصة بقى بتمامها. فيبدأ يحكيها ويقول إيه؟ لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. ويكمل بقى القصة الجميلة اللي إحنا عارفينها. فأنت كداعية استخدم أسلوب جميل، خلي اللي قدامك المتلقي ده يستمع لك من أول كلمة أنت تقولها. لازم تتعلموا يا جماعة فن الإلقاء.